السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتكم في لقاء جديد في سلسلة Learning VMware Sphere 7. اليوم إن شاء الله هنتكلم في عن الـ A6i Overview سريع كده، هنوضح الفكرة بتاعته وشكل الانترفيس بتاعه. ده هيكون قبل ما ناخد عملية الـ Deployment أو الـ Installation ليه بشكل عملي إن شاء الله في الفيديوهات الجاية. زي ما احنا طبعا كنا وضحنا قبل كده في فيديو عن ايه هو الفي سفير كومبوننت، وكنا قلنا بيتكون من الاي 6 او الفي سنتر، وكنا وضحنا الاي 6 اي ايه الفكره بتاعته. فزي ما احنا مكتوب قدامنا كده، ده اشهر تعريفين للاي 6 اي. الاي 6 اي هو ده الهايبرفايزر اللي بيمكننا ان احنا نقدر نكريت فيرتشوال ماشين. كونسبت الهايبرفايزر للعلم هو مش حاجه خاصه بفي ام وير، يعني ده ستاندر كده كونسبت عند كل الفيندور بيتكلموا عن السيرفر فيرتشواليزيشن. يعني الهايبرفايزر ده عند في ام وير اللي نقصد بيه الاي 6 اي، الهايبرفايزر مثلا عند مايكروسوفت اللي هو مثلا الهايبر في. فبالنسبه لنا الهايبرفايزر بتاعنا اللي هو الاي 6 اي هو ده السوفت وير او التولز بتمكننا ان احنا نقدر نكريت فيرتشوال ماشين دايركت على السيرفر الخاص بينا. علشان كده هنلاحظ ان مكتوب هنا ان هو بينزل بارميتال. بارميتال يعني ده بيبقى دايركت على السيرفر، على الهاردوير الحقيقي اللي عندي، بدون احتياج لاي لاير ما بين الاي 6 اي وما بين السيرفر الحقيقي. ده بالظبط عامل زي ما يكون بتنزل اوبريتنج سيستم على اللابتوب او البي سي الخاص عندك، لان في بعض السيرفر فيرتشواليزيشن من بعض الفندور الاخرين بيحتاجوا انه يكون في لير اوبريتنج سيستم في النص علشان يقدر يكريت فيرتشوال ماشين بعد كده. لكن احنا بالنسبه لنا الاي 6 اي ده بارامتر هايبرفايزر انستول دايركتور على طول على الفيزيكال سيرفر، وهو ده اللي بيمكننا من احنا نكريت الفيرتشوال ماشين. يعني كالصوره كده احنا هنبقى محتاجين نوصل في النهايه ان عندنا اكتر من اي 6 اي، وكل اي 6 اي عليه فيرتشوال ماشين او اكتر. طبعا قدام هنفهم الماكسيمم الخاص بكل اس 6 اي يبقى عليه كام فيرتشوال ماشين، هل في عدد معين، كل الكلام ده هنجاوبه قدام. لكن هنا كمثال مثلا احنا عندنا 3 اس 6 اي وكل اس 6 اي عليه 3 فيرتشوال ماشين. طبعا ده الصوره النهائيه اللي احنا عايزين نوصل لها بعد كده، ان احنا يبقى عندنا اس 6 اي وبعد كده في في سنتر عشان يمانج الكلام ده كله، وهنكونكت على الفي سنتر او الاس 6 اي وعندنا شيرد ستورج. فطبعا الصوره ده تتكرر معانا كتير في الكورس بتاعنا ان شاء الله. طيب احنا دلوقتي حابين كده قبل ما ناخد موضوع الانستليشن او ديبلويمنت الخاص بالاي 6 اي ندخل على الاي 6 اي. انا مثلا عندي اي 6 اي اوريدي انستول، فحابين نشوف الشكل بتاع الانترفيس النهائي ليه هيبقى واصل ازاي، ايه المكونات اللي هتشوفها سريعا كده. وطبعا الكلام ده كله لسه هناخده بالتفصيل الكتير قدام. طيب انا مثلا عندي هنا ده الـ A6i اللي عندي. طبيعي زي ما احنا هنشوف قدام ان شاء الله الـ A6i لما بنعمل له deployment بيبقى ليه IP او نيم. يعني مثلا الـ A6i اللي عندي الـ IP بتاعه بالشكل ده، طبيعي بيكون الاكونت الديفولت، يعني الاكونت البيلت ان الديفولت في الـ A6i بيبقى الروت. وطبعا هنشوف بعد كده ازاي نقدر نكريت اكتر من اكونت بيرميشن مختلف، والباسورد دي بنضيفها واحنا بنعمل في عملية الانستليشن. طبعا زي ما قلنا حاليا الـ A6i كل الشغل بقى ويب 100%. يعني كان زمان في طرق تانية ان انت تقدر تكونكت على الـ A6i عن طريق سوفت وير يبقى نازل على الجهاز عندك، لا حاليا الشغل كله 100% عن طريق ويب انترفيس. اي براوزر عندك تكتب الاي بي او النيم الخاص بالـ A6i، يفتح لك الانترفيس ده اليوزر نيم والباسورد ولوجن، على طول هيفتح لنا الـ A6i بالشكل ده. ده شكل A6i سيرفر، وده للعلم سيرفر حقيقي عندي. واللي شاف فيكم اللاب او الفيديو اللي فات لما كنا بنتكلم على النستد لاب، هو ده الشكل اصلا اللي احنا هنشتغل عليه على طول. ده سيرفر حقيقي موجود عندي، وبالفعل اصلا في مجموعه من الفيرتشوال ماشين، وهنا المواصفات بتاعته، السوفت وير، الاسم. ناخد كده او الهدف بقى من الفيديو بتاع النهارده ان احنا نشوف كده الانترفيس ده سريعا، المكونات اللي قدامنا دي. طبعا طول الكورس بتاعنا هنشرح كل حاجه يعني في دي بالتفصيل، بالكونفيجريشن،
نيو كونفيجريشن، ترابل شوتنج، وكل الحاجات دي هنشوفها بالتفصيل. طيب مبدئيا كده انا دخلت على السيرفر اللي عندي. هنا مثلا ده الاسم بتاعه، ده الفيرجن هنا، ده الاي اس اكس اي الفيرجن اللي نازل. انا مثلا منزل هنا عليه 6.7 ابديت 2. طبعا احنا في خلال الكورس بتاعنا هنستعمل الليتست فيرجن اللي هو هيبقى 7 ابديت 3 ان شاء الله. هنا بيقول الحاله بتاعته هل هو كونكتد بفي سنتر ولا لا. هو مكتوب ان هو كونكتد بفي سنتر، وده الاي بي بتاعه. الاب تايم هو شغال من امتى، هو لسه شغال يعني من وقت بسيط لان انا مشغل من حوالي ساعه. جميل. هنا بقى نيجي في الهاردوير، التفاصيل بتاع الهاردوير. يعني انا دلوقتي لو عندي سيرفر ومحتاج اعرف الهاردوير بتاعه، ايه هو الفيندور او المصنع الخاص بيه، طب في رامات قد ايه، بروسيسور، ستورج. بكل بساطه هنا قال مثلا السيرفر ده سيسكو، الموديل بتاعه اللي هو يو سي اس سي 220 ام 3 اس، ده الموديل بتاعه. ممكن انت تكون بقى مستعمل اتش بي، ديل، لينوفو، غيره، هتلاقي المواصفات بتاعته او المصنع والموديل بتاعه موجود هنا. طيب بالنسبه للسي بي يو، في كام سي بي يو هنا مثلا عندي، لو فتحنا كده شويه بالنسبه للسي بي يو هنا جايب لك 16 سي بي يو. وانا بالفعل عندي هنا السوكت اللي هو الفيزيكال بروسيسور او الفيزيكال سي بي يو، هنا عندي 2 سي بي يو. كل سي بي يو فيه كام كور؟ فيه 8 كور. ده النوع بتاعه انتل او اي ام دي. طبعا غالبيه السيرفرات بتكون انتل، يعني ده الاشهر، ولما تكون انتل بتبقى اللي هو الزيون. وده السبيد بتاع كل كور عندي. طيب في لسه اللوجيكال بروسيسور، دي لسه هنشرحها قدام لان فيها بعض التفاصيل. فعمليا مثلا انا السيرفر الخاص بيا فيه 2 بروسيسور، كل بروسيسور فيه 8 كور، علشان كده هيكون قاري هنا ان فيه كام، 16 سي بي يو. مش معنى 16 سي بي يو اللي هو 16 فيزيكال سي بي يو، لا، ده 16 كور اللي عندي. طب بالنسبه للميموري، فيه حوالي 128 جيجا ميموري، ده التفصيله بتاعته. طيب النتورك، دي التفصيله بتاعت النتورك، الاي بي اللي هو واخده دلوقتي، الدي ان اس والديفولت جيت واي. وهنشوف طبعا لما نعمل انستليشن للاس اكس اي ازاي اضيف الاي بي بتاع الاس اكس اي والنيم والجيت واي بكل التفاصيل دي. فانا اقدر اشوف سمري كده سريعا المعلومات دي. الداتا ستور، الداتا ستور دي من الحاجات المهمه جدا ولازم نكون عارفينها. الداتا ستور دي بكل بساطه هي الاستورج او الهارد ديسك اللي موجود على الاس اكس اي. لكن للعلم الداتا ستور دي ممكن ليها اكتر من نوع، ممكن تكون اللي هي اللوكال هارد ديسك اللي على الاس اكس اي، او ممكن تكون شيرد ستورج لان او ايس كازي او ايا كان النوع بتاعها ايه، او ان اف اس او في سان. المهم دي كلها انواع شيرد ستورج اللي هي بتكون اللان مثلا من ديل اي ام سي او اي بي ام او اتش بي او غيرها. عندك شيرد ستورج وكونكتد على الاس اكس اي. الداتا ستور دي هنستعملها في ايه؟ دي اللي احنا لما نكريت الفيرتشوال ماشين هنقول هتتكريت في انهي داتا ستور. فبطبيعه الحال انت بيكون وقت ما بتنزل الاي 6 اي بيكون عندك الهاردات اللوكال اللي بننزل على الاوبريتنج سيستم، فدي بتظهر باسم داتا ستور. بعد كده احنا هنشوف ازاي بقى ان انت تخلي الاي 6 اي بتاعك كونكت على اكتر من داتا ستور حسب المتوافر عندك. يعني مثلا حاليا عندي هنا في كام داتا ستور، في 3 داتا ستور. طبعا الجزء بتاع الاستورج ده كله لو حابب تشوف التفاصيل بتاعته بتيجي على الشمال هنا في الاستورج. قال لك الداتا ستور اللي عندنا، انا عندنا 3 داتا ستور، الكباسيتي بتاعتهم كذا، بروفيجن فري، الفورمات بتاعها ده فورمات خاص بفيموير، وكل التفاصيل. طبعا دي من اكتر المواضيع اللي هتاخد مننا وقت في الشرح، لانه من اكتر المواضيع واكبر المواضيع في موضوع الكورس بتاعنا اللي هو الفيرتشوال ستورج بوجه عام. لكن اللي انا محتاجه منك تعرفه حاليا ان من هنا الداتا ستور او الاستورج بتشوف كل الداتا ستور اللي عندك. دي مهمه جدا لان وانس ما هنكريت ندبلوي الاس اكس اي بعد كده بنعمل ايه؟ بنكريت فيرتشوال ماشين. طب الفايلز والفيرتشوال هارد ديسك الخاص بالفيرتشوال ماشين نفسها بتتحفظ فين؟ بتكون على اي داتا ستور عندك. طبعا العدد ده تقدر تضيف داتا ستور كتير، لكن ده بيكون حسب المتوافر عندك سواء لوكال هارد ديسك او في شيرد ستورج موجوده عندك. طيب لو رجعنا تاني للصفحه الرئيسيه كده، يبقى احنا شفنا دلوقتي دي التفاصيل الخاصه بالهاردوير اللي موجود عندي. في هنا بعض التفاصيل برضو اللي تخص الاس اكس اي لكن احنا مش محتاجينها دلوقتي. انا هنا مثلا المعلومات الخاصه بالبايوس الفيرجن بتاعه، البرفورمانس اللي موجود دلوقتي، فده موجود هنا.
طيب هنا بقى من فوق تقدر تعمل شت داون للهوست الفيزيكال سيرفر نفسه اللي هو الاي 6 اي، عايز تعمل له ريبوت ريفرش وفي بعض التفاصيل اللي هنا. في اليمين هنا بيوريك السمري، طبعا احنا شفنا ان احنا مثلا عندنا 16 سي بي يو موجود، طب المستخدم منهم بالفعل قد ايه؟ بيقول لك ان نفس الموضوع الميموري عندنا مثلا 128 جيجا ميموري، طيب اليوزد منهم قد ايه والفري الاستورج نفس الموضوع توتال مثلا عندي 1.8 تيرا، طب مستخدم منهم قد ايه بالفعل مثلا 812 جيجا. فدي بتكون مهمه جدا علشان لو محتاج اي هوست عندك تشوف المستخدم في الريسورسز بتاعته سواء رامات او بروسيسور او ستورج من الانترفيس الرئيسي هنا تقدر تشوف الموضوع ده بكل بساطه. طيب لو جينا بقى على الـ في الشمال هنا هتلاقي عندك الفيرتشوال ماشين، ودي من اهم الحاجات. يعني احنا لو جينا في الصفحه الرئيسيه هنا فوق هنا مكتوب كرييت او ريجستر فيرتشوال ماشين، من هنا بقى بتقدر تكريت الفيرتشوال ماشين، وده بقى طبعا ده الهدف اصلا اللي احنا عايزين نوصل. طبعا في اختيارات هنا كتير دي لسه هنشوفها قدام بالتفصيل، لكن هنا في الشمال بتلاقي عندك لو ضغطت عليها هيجيب لك لسته بكل الفي امز اللي موجوده عندنا. طبعا دي مثلا معمول لها بار اون، دي معمول لها بار اون، الباقي ده بار اوف. هتلاقي الحاله بتاعتها هنا الاستاتس هنا نورمال، تمام. اليوزد سبيس ده بالنسبه للهارد ديسك، الاوبريتنج سيستم هنا يعني هنا هنلاقي في حاجات ويندوز سيرفر، في حاجات لينكس، في حاجات يعني ديفرنت اوبريتنج سيستم. ده الهوست نيم، ده الفروتوكول في الدومين نيم الخاص بالاوبريتنج سيستم نفسه، طبعا ديت ظاهره انون لان هي معمول لها بار اوف. ده الهوست سي بي يو، طبعا هنا بيجيب لك المستخدم بالفعل يعني مش اللي هو كونفيجر، لا المستخدم بالفعل. فعلشان كده هو بالنسبه للرامات والبروسيسور مش هتبقى يظهر المستخدم الا لما يكون البار اون، علشان كده الباقي كله بار اوف. فالمهم انت عندك هنا كل الفيرتشوال ماشين الموجوده على الاي 6 اي ده. طبعا لو انا مثلا عايز اعمل بار اون لاي فيرتشوال ماشين عندي، لو انا عملت سيلكت عليه هتلاقي عندي فوق باور اون، لو هي شغاله نقدر نعملها بار اوف، سسبنت نعملها بوز والتفاصيل بتاعتها، او ممكن لو انا عايز ادخل على الكونسول بتاعها واشوف ايه اللي داخل الفيرتشوال ماشين، او عايز اكريت فيرتشوال ماشين جديده كريت من هنا. يعني في اكتر من مكان تقدر تكريت منه نيو فيرتشوال ماشين. يعني مثلا فيرتشوال ماشين زي دي مثلا انا مشغلها عندي كدومين كنترولر ودي ان اس، لو انا فتحت الكونسول ده كده هيفتح لي الفيرتشوال ماشين نفسها، اري ان هو ديت ويندوز سيرفر مثلا وخلاص. وتقدر بقى من الاكشن هنا نيجي نقول له مثلا الت كنترول ديليت وندخل عليها. طيب طبعا انت لو ضغطنا على الفيرتشوال ماشين نفسها هيفتح لك برضه بالشكل ده، هيقول لك ايه الاوبريتنج سيستم بتاعها، الكومباتيبلتي دي لسه هنشوفها، في حاجه اسمها في ام وير تولز، طب الريسورسز اللي واخداها 2 سي بي يو 8 جيجا ميموري، الهوست نيم بتاعها الفولوجرافيه الدومين نيم، وهتلاقي تحت برضو التفاصيل الخاصه بيها نفس اللي احنا شفناها على مستوى الهوست، لكن دي خاصه بالفيرتشوال ماشين نفسها، الاي بي النيم الهارد ديسك بتاعها، هي من جوه بقى متكريت اكتر من هارد ديسك ولا كل التفاصيل الايه البسيطه اللي هنا. فطبعا الليسته بتاعت الفيرتشوال ماشين دي بشكل يومي انت بتحتاجها في الديلي اوبريشن الخاص بيه. طيب يبقى احنا شفنا دلوقتي الفيرتشوال ماشين، شفنا الاستورج اللي فيها كل الداتا ستور. النتوركينج دي بقى من المواضيع اللي هتكون مهمه جدا. النتوركينج دي احنا بوجع زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، اي حاجه فيزيكال بتتحول لفيرتشوال عندنا. احنا مثلا الاستورج دي كانت فيزيكال، ايه اتحولت عندنا لفيرتشوال، السي بي يو والميموري اصبحوا فيرتشوال، النتورك برضو نفس الموضوع، احنا عندنا فيرتشوال نتورك، وتلاحظ هنا ان فيقول لك ايه فيرتشوال سويتش. ولو تفتكروا في كنا قلنا كده في الفيديو اللي فات الخاص بالنستد لاب، قلنا ان مجرد ما بتديبلوي الاي 6 اي بيتكريت عليه حاجه اسمها الفيرتشوال سويتش. ليه؟ لان انت على مستوى الاي 6 اي نفسه على مستوى الهايبرفايزر لير بيبقى فيه فيرتشوال سويتش كل الفيرتشوال ماشين تكونكت عليه، اللي هو بيبقى اسمه فيرتشوال سويتش زيرو. نقدر نكريت اكتر من سويتش مفيش مشكله، زي ما انا عامل هنا انا مكريت فيرتشوال سويتش زيرو، في فيرتشوال سويتش 1 و2 و3 و4 وهنشوف الكلام ده كله. تقدر من هنا تشوف كروت الفيزيكال نتورك، ايه الكروت النتورك الفيزيكال اللي موجوده عندي؟ في عندي ديك 0 1، ده للعلم الكروت الفيزيكال يعني الكروت الحقيقيه اللي في السيرفر. طيب
ودي بعض التفاصيل اللي لسه هنشوفها قدام. فالنتوركينج دي برضو من المواضيع المهمة جدا، هنستعملها كتير جدا. هنشوف امتى نحتاج نكاريت اكتر من فيرشوال سويتش، امتى نحتاج نكاريت بورتو جروب، وهنفهم يعني بورتو جروب قدام بكل التفاصيل دي. لكن باي ديفولت بيكون موجود عندك اللي هو الفيرشوال سويتش زيرو، وبيكون موجود عليه بورتو جروب اسمه في ام نتورك، ده الديفولت بورتو جروب اللي كل الفيرشوال ماشين بتكونكت عليه، وهو ده الفي ام نتورك، ده بيكونكت على الفيرتشوال ماشين، وده اوريدي بورت زي ما يكون كده السويتش الفيزيكال الموجود عندك، البورت اللي بيتركب فيه الكيبلز عندك. فهو ده الفي ام هنا وصل على الفيرتشوال سويتش، والفيرتشوال سويتش ده اللي بيكونكت على الفيزيكال نتورك انترفيس، اللي بتكونكت على الفيزيكال انفايرمنت، فتقدر تاكسس الاي اس اكس اي بتاعك، تاكسس اي فيرتشوال ماشين عليه كله من خلال الفيرتشوال سويتش زيرو. كل الكلام ده نقدر نعدله قدام، نضيف كروت زياده، نضيف كروت، نضيف بورت جروب، نضيف سويتشز، كل ده نقدر نعمله بكل بساطة. طيب لو رجعنا مثلا للهوست هنا في الصفحة الرئيسية بتاعته، هنلاقي هنا في تحت اللي هو المانج. المانج هنا حاجات خاصة بقى بالسيرفيسز اللي على الـ A6i. يعني مثلا عندك هنا السيستم عايز مثلا تظبط اللي هو التايم والديت عندك، او عندك ان تي بي سيرفر، في اوتو ستارت ده الفيرتشوال ماشين هنفهمها قدام، الهاردوير ده المعلومات بتاع الهاردوير ولو في اي ايش تبقى ظاهره فيه، اللايسنس الخاصه بالاي 6 اي بتضيفها من هنا، السيرفيس اللي على الاي 6 اي عايز تعمل انيبل او ديسيبل سيرفيس معينه، يعني لو حابين نكونكت اس اس اتش على الاي 6 اي لازم انيبل الاس اس اتش هنا والشيل ده لازم يكون انيبل لو عايز ادخل بوتي مثلا على الاي 6 اي ده. السكيورتي واليوزر ده من هنا بقدر اكريت يوزر جديد، اديهم بيرميشن، عندي حاجه في السيرتيفيكت عايز اغيرها، كل التفاصيل دي ان شاء الله هناخدها بالتفصيل. طيب ده كده كان فكره سريعه عن الانترفيس الخاص بالاي 6 اي. حاليا ممكن حد يقول لي طب انا لسه ما عملتش ديبلوي للاي 6 اي، ازاي هشوف او اقدر اطبق اللي احنا خدناه النهارده؟ بكل بساطه تقدر تدخل على الهاندزون لاب، سيرش على اي لاب خاص للفي سفير، تقدر تدخل هتلاقي كتير من الاي 6 اي موجود، تقدر تكونكت وتشوف الاي بي بتاعه او النيم وتكونكت عليه في صفحه ويب براوزر داخل الهاندزون لاب، وتشوف كل الانترفيس اللي احنا شفناه ده. ده كده كان فيديو سريع عن الانترفيس الخاص بالاي 6 اي، نشوفكم قريبا ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.